مرحبا أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الدرس 122 مع كلمة مهمة جدا باللغة الإنجليزية، كلمة care. care هيا نتعلم استخداماتها وما المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة care تأتي بمعنى رعاية، عناية، حرص أو حنان أو تعهد. خلينا نتعلم كيف نستخدم كلمة care. I don't care to listen to him. I don't care to listen to him. لا يهمني أن أستمع إليه، أنا لا أكره الاستماع إليه. I don't care to listen to him. اقرأ معي الآن. I don't care to listen to him. ممتاز، حاول كده تكرار هذه العبارة وجميع العبارات 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح، واكتبها في كراسك حتى تعلم الاستخدام الصحيح أيضا في الكتابة. I don't care to listen to him. المثال الثاني. He has no care for the ordinary people. لا يهتم بالناس العاديين. He has no care for the ordinary people. He has no care for the ordinary people. لا يهتم بالناس العاديين. أهم مرادفات كلمة care: attention, attention; concern, concern، اهتمام; interest, interest، فائدة; keeping, keeping. إذا هذه أهم مرادفات كلمة care. أما الآن استخدم كلمة care في جملة. ضع كلمة care في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا أيضا، وهي كلمة card. card سوف نشرحها بالتفصيل في الدرس 123. شكرا لكم وإلى اللقاء.